اول ما نزلت الصبح لقيت تحت السكوتر فيه زيت زي ما احنا شايفين، مش عارفه ده جاي منين ولا انا عارفه ممكن نعمل ايه دلوقتي. وده السكوتر بتاع التمرين اللي بنمرن فيه الاكاديميه عندنا. ودلوقتي بدات افكر هعمل ايه، انا هفك واشوف الزيت ده جاي منين. فكيت الكرسي زي ما احنا شايفين، وطبعا انا مبطئه زي ما انتم شايفين عشان انتم قلتوا لي بالراحه شويه في فك المسامير علشان نعرف المسامير دي فين. في شويه كراكيب طبعا موجوده عند كل الناس شلتها بسرعه جدا. بدات افك المسمارين اللي تحت الكرسي اللي هم موجودين هنا، وفكيت طبعا اللي فوق زي ما احنا شايفين. وده سهل جدا، بس اهم حاجه لازم يكون معاك العده الخاصه بالمسامير دي عشان الموضوع يكون سهل عليك. براحتي بقى، انتوا قايلين لي براحتك في الفيديو وفكي المسامير عشان نشوف ده فين وده فين وازاي. فانا قلت والله اللي فك براحتي في الفيديو ده عشان انتوا كمان تحاولوا تستفيدوا من كل حاجه. المسمارين اللي احنا شايفينهم تحت دول اهم، طبعا عمال ياخد وقت معايا، بس والله قلت انا مش هقطع، انا هخليه ياخد وقته وهفكه براحتي اهو. كده بدأت أفك المسمارين اللي موجودين في الفبراية دي، وخلوا بالكم فيها حاجات كده داخلة من بتاع الشقف الفبر الفبر كده، فاللسان ده مش عايزاكم ايه تكسروه، خلوا بالكم منه جدا علشان هو بيدخل او بيخلي الحاجة داخلة في مكانها بالظبط. فكيتها وبعدين بدأت أركز أشوف المسامير دي، أربع مسامير في غطا التكهات. برضو بفكه واحدة واحدة عشان محدش يقول لي انا ما شفتش انا ما لحقتش، براحتنا احنا ما وراناش حاجة. هي إيه الباقة بتاعتكم مش الباقة بتاعتي على فكرة. فكينا الاربع مسامير زي ما احنا شايفين، في مسمار رخم جوه كده شوية عزيزي معاه لكن في الاخر هيتفك. برضو فكيت بايدي بعد كده طبعا عشان ننجز، وادي المسمار الاخير سهل جدا برضو. بس يعني محشور حشرة اهو بيفك تمام جدا. الباقي بقى نحاول اعمله بايدي، بس يعني هو مكانه رخم شوية، حاولت اجيب المسمار من تحت بعدين جيت حاولت افك ده طبعا. غطا تكات صعب جدا، فقعدت ادقدق عليه شوية يمين شوية شمال لغاية لما خرج معايا، عشان طبعا بقاله فترة. وادي الجوان طالع اهو، الجوان هو اللي فيه مشكلة، طلع الجوان مقطوع. بس طبعا كان نفسي اوريهولكم في الفيديو لكن انا نسيت خالص معلش. هو بيبقى مقطوع مش غير صالح طبعا للاستخدام، انت بتلاحظ او بتركز او بتركزي بتشوفي بتلاقيه مقطع كده. بدات انضف بالبنزين كده وانضف شويه السيليكون اللي موجود جوه اللي كان لازق فيه، علشان لما نيجي نحط الجوان ما يبقاش فيه بوش ليه او يبقى متبيت في مكانه بالبلدي كده. نظف كويس، نظف كويس بنزين. في ناس هتقعد تقول لي بنزين غلط ومش عارف ايه، بس يا جماعه انا مش دي مش ورشه، انا عملت ده في الجنين عندي الموضوع يعني بشكل بسيط. بعدين بدات احط السيليكون في مكانه جوه، بدخله في الحته اللي هي داخله لجوه دي اللي انا قعدت انظف فيها بشكل كويس جدا. وامسح كده بالراحه علشان ما يبقاش فيه زيادات. لا ده مش للأكل. حطيت طبعا داير ما يدور، بعد كده بدأت انظف علشان اشيل الزيادات من بره ومن جوه. بعد كده بدأت احط الجوين في مكانه وادخله في المكان بتاعه بالظبط، يعني يبقى داخل بالظبط كده في نفس الحتة اللي هي المحفورة دي. وبعدين بدأت امسح الزيادات من السيليكون عشان ما يبقاش فيه تأثير ليها مع الزيت اللي طالع من الماتور او الزيادات اللي بتطلع دي، وامسح كويس من بره ومن جوه. وطبعا الجوان لزق بشكل كويس الحمد لله تمام زي ما احنا شايفينه، يعني كأن
ده مكانه بالظبط، كأنه شغل عالي من المصنع بالظبط. نمسح كويس من جوه من بره، نمسح اي زيت كان مرشح قبل كده، وبعد كده نرجع نركب تاني مكانه. نعمل بس حاجة بسيطة جدا، نعمل المسامير عكس بعض، المسمار ده كده في وش، مش اللي جنب بعض، لأ كروس، يعني كأنك تعمل حرف فيه، عشان انا بس ايه عرفت المعلومة دي فقلت لازم اوضحها. نربط المسامير كويس جدا، طبعا مش عايزة اطول عليكم، كل حاجة ترجع زي ما انتوا شفتوها بالظبط من الاول للاخر. بعد ما ربط كويس الخرطوم، في خرطوم تحت كده هنركبه برضو في مكانه صغنن، نجيبه من الناحية دي وندخله في مكانه وينزل من تحت كده عشان يعدي يركب في الحتة اللي انتوا شايفينها على الشمال دي. طبعا متعرقل شوية عشان هو يعني صعب، الاماكن ضيقة جدا، فمضطرة ان انا ادخل ايدي من تحت واطلعها من فوق لغاية لما جبت الخرطوم. والحمد لله الحمد لله عرفت ادخل الخرطوم في مكانه، وبعدين برجع الفبرة تاني مكانها وبنربطها تاني برضو بالمفك. ونخلي بالكم برضو من اللسان اللي داخل جوه في الفبرة، عشان ده بيتبيت زي ما انتم شايفين كده في مكانه بالظبط من غير ما تكسروه، بالراحة عليها. وبعدين بنرجع نجيب الكرسي ونركبه تاني، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.